انا احباب نطلب من الله على قدر انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. قررت باش ندير الفيديو هذا بعجاله ما نطولش عليكم فيه، لانه يعني غير اليوم يعني جوج ديال الاخوان تتبعوا القناه يعني اتصلوا بيا وعندهم مشاكل. السيده عندها مشاكل مع الزوج ديالها، واحد السيد اخر حتى هو عنده مشاكل مع الزوجه ديالو. المهم يعني مشاكل عائليه كما تعرفوا، لا قدر الله تقدر يعني تتوصل في بعض الاحيان انها تقدر توصل يعني لجريمه القتل. وهذا الشيء راه حنا تنشوفوا تقريبا في الاخبار يعني غير السنه هذه، راه جينا نشوفوا الضحايا ديال يعني ديال هذا الشيء ديال المشاكل العائليه، لا في النساء ولا في الرجال كذلك. حتى في الرجال يعني راه تكون يعني بعض الاحيان ضحايتهم كذلك، ماشي غير المراه بوحدها يعني. وهذا الشيء راكم تسمعوه يعني في الاخبار الايطاليه هنا. المهم حنا تنهضروا ما تنهضروش على الايطاليين، ممكن بقدر ما تهمنا هما خوتنا المغاربه، لان هذو اللي اتصلوا بيا المغاربه الزوجه يعني عندها واحد مشاكل مع الزوج ديالها على حساب الخدمه. المهم بحال ما متفقش مع هذيك الخدمه اللي تخدم، المهم كاينه مشاكل اللي هي صعيبه بزاف لدرجه انه يعني تخرج من الدار ما تجيش. المهم ولات الحياه ديالهم شويه مابقاش الكلام، ما بقاش مفاهمه، ما بقى حتى شي حاجه يعني. غادي يقدروا كاع يوصلوا الطلاق يعني، لانهم صافي وصلوا لواحد يعني لواحد الدرجه ديال انه يعني ما بقاش مفاهمه. المهم المساله ديال العمل ديالها هو ما متفقش عليه، خدامه ما عرف في شي ريستورا ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، وما عجبوش الحال. المهم حتى النساء يعني تبغيو الاستقلاليه ديالهم، هو ماشي مشكله يعني الزوج يخدم والزوجه حتى هي تخدم، ما كاين فيها حتى شي مشكل يعني. بالنسبه لي انا ما كاين حتى شي مشكل، فقط يعني تكون يعني تكون مفاهمه، تكون يعني تكون ثقه يعني ما بين بيناتهم، فقط هذا هو اهم حاجه، هي مساله ديال الثقه، وراه الامور غادي تمشي بخير. المهم على اي يعني الزوج ما متفقش مع المراه لظروفه، ما عرفتش علاش. المهم ما عرفتش انايا بالضبط يعني علاش. المهم ما باغيش يعني، المهم ما باغيش ان الزوجه ديالو يعني تمشي تخدم. هذه حاله ديال السيده هذه، المهم تحاولي تفهمي معاه وصافي يعني، وحاولوا توصلوا شي نتيجه وش اتفاق في هذه المسائل هذه. وفي حاله لما بغى صافي يعني ويعني وقايم بالواجبات ديالو الزوج، فلا باس يعني الانسانه يعني تريح البيت ديالها، راه ما كاين حتى شي مشكل اذا كان هو يعني مخلى خاصها حتى شي حاجه. المهم على اي السيده هي باغا تخدم، ديسيديا انها باغا تخدم يعني، باش تكون عندها واحد التقليديه هي كذلك، هي عندها المبررات ديالها يعني. بحال هذوك الناس اللي كنا شفنا مثلا اللي كانوا سيفطوهم ذاك الالباني سيفطوه العائله، لانه الزوجه يعني راه سطو كاريكو ديال الزوج، وبالتالي يعني في سيفطوه حتى العائله كلها يعني. هضرت معايا حتى على هذه المساله هذه يعني، قالت لي كون كانت الزوجه يعني خدامه، المهم على اي عندها المبررات ديالها علاش انها باغا تخدم، وماشي عيب انا يعني بالنسبه لي ماشي عيب. المهم غير المسائل ما توصلش لواحد الدرجه يعني ديال ان الله يستر لا قدر الله قدروا يوقعوا يعني جرائم كما تعرفون. هذا الشيء اللي ما تبغوش انهم يوصلوا ليه، انه تولي القضيه فيها جريمه قتل. راه كاين الطلاق وابغض الحلال عند الله، هو الطلاق الانسان ما كانوش يتفاهموا يتفارقوا وصافي يعني، يتفارقوا خوت لا خوت يتفارقوا خوت بلا حتى شي مشاكل. نفس المشكل ديال الاخ هو اللي اتصل بيه، تا هو عنده مشاكل مع الزوجه ديالو يعني، ولا تقلل الاحترام ما بقاش تحترمو مزيان يعني، لانها خدامه هي اللي خدمات، قال لها هي اللي خدمات ما بقاش يعني خدامه، هو اللي جايبها لايطاليا، هو اللي يعني وعنده وليدات معها وداك الشيء. تا هو يعني واصل تا هو لواحد الدرجه يعني كان اتصل بيا غير اليوم، تا هو يعني معصب بزاف ويعني قلت له شوف حاولوا تفهموا، اذا ما تفهمتوش بطبيعه الحال راه كاين الطلاق، الانسان يحاول ما يدير شي حاجه خايبه، يحاول ما يتفاعلش ما يتعصبش، لان كنا كنتعصبوا بصراحه. الانسان تكون مخاصم مع الزوجه ديالو شي حاجه راه تتعصب، اي واحد يتعصب. الانسان يخرج كاع يخليها الدار ويخليها تبرد على خاطرها وصافي، وحاول يصلحوا الامور. هذا الشيء اللي وصيتوا به، وكما تنقولوا دائما يعني راه ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. الانسان لو كان غادي يتفاهموا، وحنا جوج الناس ما غاديش يتفاهموا، فمن الاحسن انهم يتفارقوا وما يوصلوش يعني الله يستر تكون شي جريمه ولا شي حاجه، لانه حنا تنشوفوا يعني بزاف هذا العام هذا شفنا بزاف يعني ديال الضحايا
خصوصا من النساء، يعني تعرضوا يعني القتل من طرف الأزواج ديالهم، فيهم أجانب فيهم كذلك يعني مغاربة كما تعرفوا. المهم اللي كاين وتطلب من الجميع يعني الأزواج يعني يعني تفاهموا، حاول الإنسان يحاول يتفاهموا وصافي، هذا ما كان يعني الإنسان يحاول ما يوصلش يعني لواحد الدرجة سيرتو تكونوا الأولاد طلاق يعني ولا الانسان تبدا عطوا داخل يعني لا سيستيم سوشيالي ويوليو يعني الاولاد بين قوسين، يقدروا يحيدوهم من الزوجه هذه ولا يحيدوهم من الزوج، يقدروا يحيدوهم ليهم يعني لانهم ديما مخاصمين ديما مدابسين. المهم هذا ما كانت تتمنى انه الله ينزل الحنانه ما بين الجميع ان شاء الله، والانسان يحاول حل المشاكل ديالو بالتي احسن. كانت المشاكل الانسان كاع يبعد يخوي الدار كاع ماشي مشكله، يخلي هاد الزوجه هادي تبرد على خاطر ودي الساعه ممكن ان المياه ترجع لمجاريها. هذا ما كان في الفيديو هذا، نتلاقى معكم في فيديو اخر. لاول مره تشاهد القناه هذه ما يبقاش عندنا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك فضلا الله امر بطبيعه الحال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.